طبعا يا جماعه الاضراب بتاعنا في الكليه هنا اللي الطلبه عملوه والاتحاد دعم قرارات الطلبه ووقف جنبهم. الاضراب دوت دي اسباب مش معمول عشان احنا بلطجيه زي ما الاعلام شوهنا، مش معمول عشان احنا مش عايزين نتعلم، مش معمول عشان مش مذاكرين عشان ميد ترم. انا عارف ان طلبه كتير جدا كانوا مذاكرين عشان ميد ترم ومستعدين يدخلوا الامتحان، وفي رغم ذلك وقفوا جنب زميلهم الطلبه المعتقلين. اي حد موجود في الكليه يا جماعه يوميا او حتى مرتين ثلاثه في الاسبوع هيلاحظ ان الاعتداء على مباني الكليه وعلى طلبه الكليه شبه يومي، شبه يومي يا جماعه. انا بس عايز اوصل الصوره دي للاعلام، شبه يومي نلاقي طلبه جايين بسمك العين الشرطه، طلبه ملثمين داخلين على الكليه بسمك يدخلوا على المباني. حصلت اكثر من مره يدخلوا على الطلبه سكشنهم ومحاضراتهم، مره المعيده عيطت في السكشن وجروا ورا الطلبه في السكشن، مره دخلوا يا جماعه على زميلنا المدرج. وعشان زميل لينا ليس له اي انتماء سياسي وكل زمايله يعرفوا كده قال لهم حرام عليكم تكسروا في المباني وتعدلوا على الدكاتره، مسكوا زميلنا دوت انهالوا عليه بالضرب، كانوا عايزين يرموه من الشباك ونزلوا جرجروه على السلم لحد الارض تحت. دول اتنين زمايلنا يا دوب يعني حلوهم بالعافيه. تمام يا جماعه، من اول يوم الكليه تعرضت لهجوم من البلطجيه احنا جرينا على رئاسه الجامعه، ورحنا رئيس الجامعه لان انا عامل مجلس جامعه قاعد رئيس الجامعه مع العمده، دخلنا عليه وقلنا له يا دكتور اشرف الكليه بتتعرض لهجوم، البلطجيه بيكسروا المباني، البلطجيه بتخلع الناس من حضراتهم. تصوروا رد كان ايه يا جماعه؟ رحنا هناك لقينا امن الجامعه مقدم شكوى في اثنين زمايلنا بيتضربوا معانا، بقول دول اللي بيكسروا المباني. قلنا لهم يا دكتور الاثنين دول بيتضربوا معانا في المبنى دلوقتي، سمعوا الكلام وعدوا مرور الكرام ولا اي حاجه حصلت اتغيرت خالص. دخلنا مع الدكتور اشرف الشيحي جوه المكتب واجتمعنا معاه، الدكتور اشرف قعد معانا قال لنا انتوا عايزين ايه؟ عايزين واحد اثنين ثلاثة، عايزين مطالبنا، عايزين امن الكلية، عايزين كذا عايزين كذا. خدنا كمية وعود يا جماعة، الكلام ده تقريبا من اكتر من شهرين، خدنا كمية وعود وما اتحققش منها اي حاجة خالص. بعدها لما الكليات عرضت لهجوم مرة تانية ادينا شكوى في امن الجامعة واديناه رئاسة الجامعة وبرضه لا حياة المندونادي. نيجي نتكلم امن الجامعة يقول لنا احنا عددنا 147 فرد امن منهم ما اعرفش 25 فرد في كليه زراعه و15 فرد في كليه حاسبات و10 اطباق مستشفى الجامعه. انا ماليش دعوه بالكلام ده يا جماعه، انا مجرد طالب لا انتمي لاي حاجه سياسيه، ماليش دعوه بالصراع السياسي اللي شغال في البلد، انا طالب جاي اتعلم في البلد ديت، اقل حق ليا اقعد في المحاضره امن سالم، عارف ان حضرتي ما اكونش خايف من بلطجي يطلع عليا العربيه ولا ايه؟